السلام عليكم، مساكم الله بالخير. حنا في زيارة الحبيب الغالي مصطفى إدريس، هذا يا جماعة الخير له صولات وجولات ما ننسى. أدينا لفتة يا مصطفى. مصطفى أبو الانفراشات، هذا مصطفى إدريس من اللاعبين المحبين نادي النصر السعودي، لاعب كان ضروري في التشكيلة النصروية. وهناك حبيبنا طبعا الشاطر، تعرفون الشاطر إبراهيم ماطر حبيبنا الغالي. طبعا في محاور، بس لما تتكلم عن محور هذا غير يا راجل. اي وهنا يجي الطويل الصخرة محسن الحارثي. طبعا اليوم محسن ما شاء الله لابس ثوب وجديد على اساس كذا، وهو رطان فيه، لكن مشوها للمرة دي كويس بس قصير شوي.